طالب من يوم وطالع ما بي ولا مكينة من مكاينك تجي تقلي فيهم واحد يفلك احنا مكينة هذا راح اخليه عندك بس يعني وياك اشوف واحد يوم ليام داش كذي قاعد تحلق حق زبون غير شوف بالمكينة مالتي علق بالمكاينة مالتك كيفك بس ببالتي لا لان تو بوتيكات منزلين عدة كاملة شوف 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 مو مكاينك البطقة تشتري ليام مدري وين شوف يا حبيبي شوف شوف الجنطة كاملة شوف بعد شوف تروح خوفك تاخذها وتسوي خدمة منازل انت فيها بعد شرقة هذه يا سلام هذه العدة كاملة كلها تي بوكس واحد ألف ميتين تقريبا ثلاث أربع مكينة كم مكينة ومكينة وشافوا هذا شكلها والله غالية هنشوفها هنشوفها ما في شيء غلا عليكم هنشوف شيء هنألف يلا رقم واحد سوي ديرتي سلام فين والله الرقم هذا ما عندك اياه لو صار كله ما عندك اياه هين نامه مو نفس مكينتك تحلق لي تحلق وشيلها وشي لا شوف شلون لا خلاص بخلي العده هذه بالبيت بس المانيه ها مو صينيه وين ما تنشك شنو هذول الشواحن مالتها تحطهم زين ويرلس خليهم كذي طق العادة كذي طق الصغيرة كذي هذه أقوى جنطة أنا للحين شفتها راح أعتمدها شوف شنو هي وياها شوف ترابها أوكي ترى وسعرها سعر ماكينة واحدة يعني سعر هذه كاملة أنا في الماكينة سعرها 60 70 هذه كلها كاملة 80 جرام 79 بعد بعد؟ يلا عليكم العافية أهل السعودية السنابات هذه لكم أول شيء يحطكم يا بختكم استانسوا عليكم مليون عافية إن شاء الله راح يكون في عندكم حفل غنائي حق الفنان فؤاد عبد الواحد والفنان إسماعيل مبارك في تاريخ 15 فبراير راح يكون أول مرة حفل غنائي على الشاطئ شاطئ الموفنبك بالخبر وايد وايد راح تستانسون أنا استانست كان زين أقدر أروح ما أقدر الحين كان يتويا صار له 15 يلا يلا ما بقي شيء خلاص والله والله ان شاء الله ان شاء الله ما بقي شيء وني لكم تقريبا 15 6 كل ما اقول لها انزين خلنا نروح انا اغطي ولا شيء لا لا ما تخليني متلوح تقريبا تقريبا 5 6 اشهر كل ما بقول يلا قومي هني الخبر طابينك لا هني قريب انا وياك لا الرياض لا جده لا الامارات ما بقي شيء خلاص خلاص تقول لي لا ما بقي شيء تلحقين لا انا يا ويلكم والله الولاد انا ما لي شغل انا ما لي شغل السيارات موجوده والمطار موجود يا ويلكم والله طبعا لو مو حامل كان كنت انا موجوده بالحفل معاكم بس يلا هالمره استانسوا عني وعنكم زين راح يكون الحفل في شاطئ الموفنبك بالخبر تاريخ 15 فبراير مثل ما قلت لكم الفنان فؤاد عبد الواحد والفنان اسماعيل مبارك باقي شويه من التذاكر وراح يصيرون سولد اوت اللي حابين يروحون يستانسون لحقوا على التذاكر التذكره شامل قهوه مع سناك وبحط لكم الحين رابط الحجز ورفعوا شاشه فوق الحين وبعد مسوين مسابقه بعد يومين راح يسحبون على المسابقة اللي هي تذاكر مجانية بس سووا لهم فولو ومنشن على حسابهم اللي بحط لكم اياه الحين ورا هالسنابة